العلم ونشره وانتشاره في الناس هو في الحقيقة خروج من الظلمة إلى النور والضياء. فالعلم نور والجهل ظلام. العلم نور يضيء للعالم ويضيء للمجتمع، يضيء لهم الطريق. فبالعلم يعرف الحق من الباطل والسنة من البدعة والهدى من الضلال والكفر من الإيمان. ما يميز بين هذه الأشياء إلا بالعلم. ولهذا العلم قبل القول والعمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمن. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالعلم أولا وبه يبدأ، لأنه بدون العلم ما يعرف الإنسان الطريق. بالله انظر الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كم من الأعمال يفعلها الناس وهي مردودة، لماذا؟ ما السبب؟ لأنه ليس يعمل بلا علم يبين له أن هذا من عمل النبي، لأنه لا يمكن أن يعرف أن هذا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم، ما يمكن أن يعرف. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، قال: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.